في إطار دمج الطلاب ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية وإكسابهم المهارات والمعارف الهادفة، نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالتعاون مع الأولمبيات الخاص الإماراتي برنامج الأنشطة الحركية لذوي الإعاقات الشديدة والشلل الدماغي في نادي خرفكان للمعاقين، بحضور المدير الإقليمي للأولمبيات الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حقيقة عدد كبير، 77 مشارك ومشاركة، بالإضافة للطاقم الإداري والفني. الحقيقة كان يوم جميل جدا، وفعلا كان شيء يفرح يثلج الصدر. الحقيقة يتميز برنامج الأنشطة الحركية بتقديم تدريبات بشكل يتلائم مع الرياضات الرسمية التي تمارس في الأولمبياد الخاص، وعليه تم تصميمه للرياضيين من ذوي الإعاقة غير القادرين على المشاركة في المنافسات الرياضية الرسمية، حيث يساعد البرنامج على تدريب النشاط الحركي لذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة. طبعاً هو برنامج رياضي غير تنافسي، تم استضافته في الصالة الرياضية بنادي خرفكان المعاقين بمشاركة 77 مشترك من المنتسبين لمدينة شارجة الخدمات الإنسانية في الأقسام والأفرع المدينة المختلفة. برنامج الأنشطة الحركية هو نتاج جهود متواصلة لفريق عمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لاهتمامهم بشكل كبير بالأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة منذ مرحلة الطفولة المبكرة وتلبية كافة حقوقهم. عدنا مشاهدين من جديد نتعرف أكثر عن تفاصيل حول البرنامج الأنشطة الحركية للإعاقات الشديدة. يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ هشام فاروق، مدرب رياضي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. حياك الله أستاذي، نورتنا اليوم في برنامج أماسي. أهلا بحضرتك. يعطيك العافية أستاذي. في البداية لو تحدثنا عن هذا البرنامج وتعطينا صورة عامة والهدف منه كذلك. هو البرنامج ببساطة يعني بالأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية الشديدة والمتعددة اللي هم لا يستطيعون ممارسة الأنشطة للأولمبياد الخاص بشكل النظامي يعني. فإحنا بنعملهم هذا البرنامج خاص بتطوير مهاراتهم الحركية والبدنية، وخاصة إن هم لهم تحديات معينة سواء حركية أو ذهنية، فلا يستطيعون المشاركة بشكل رسمي في الفعاليات المنظمة للأولمبياد الخاص. فلذلك البرنامج ده يعني الأشخاص من ذوي الإعاقة، ذوي الإعاقات الحركية والشديدة والمتعددة. جميل. تحدث أيضا أستاذ هشام عن البرنامج نفسه، الأنشطة التي كانت فيه وكيف ردود الأفعال أيضا في المشاركة. والله البرنامج ده يمكن دي تاني مرة، احنا عملناه مرة في مايو كان في نادي الثقة للمعاقين، ودي المرة التانية اللي نعمله في نادي خرفكان للمعاقين برعاية يعني تنظيم من مدينة شارقة الخدمات الإنسانية وبالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي الذي يعني البرنامج، لأن البرنامج يعتبر برنامج دولي على مستوى العالم. كان برنامج كان رائع اليوم وكان ممتع، وكان الشباب كان متفاعلين بشكل كبير. طبعا البرنامج يحتوي على بعض الأنشطة الخاصة بهم ممكن يقدروا أنهم يمارسوها بشكل شبه رسمي زي ما أضفتم في التقرير. يعني بنعمل محاكاة للألعاب اللي هي موجودة أصلا، يعني ألعاب المضرب، ألعاب اللقف، ألعاب الرمي، ألعاب التصويب. ويمكن زي ما أنتوا عرضتم بعض الصور كمية السعادة اللي موجودة على وجوه اللاعبين وسعادتهم. فإحنا حرصنا من ذلك إن إحنا دايما بنعتني بهذا، يعني لا يستثنى أحد في برامج الأولمبياد الخاص عموما، يعني بيشمل جميع اللاعبين الموجودين. لذلك احنا حرصت مدينة شارقة الخدمات الإنسانية ان يكون البرنامج ده من الأساسيات وننظمه بشكل رسمي سنوي من أجل الطلاب، ويدرب عليه فعلا خلال الحصص التدريبية اليومية اللي عندنا في المراكز والفروع مدينة شارقة الخدمات الإنسانية. جميل. أستاذ هشام، كيف كان إقبال الطلبة نفسهم؟ كم وصل العدد المشاركة في هذا البرنامج أيضا؟ العدد كان يتراوح بين 58 ل 60 لاعب ولاعبة. جميل. طبعا المشاركة السنة دي أو الموسم الثاني من البرنامج كان قاصر على مدينة شارقة الخدمات الإنسانية بمراكزها والفروع الخاصة بها،
لكن هالسنة احنا دخلنا مراكز اخرى، مركز الفجيرة دبا الفجيرة، مركز راس خيمة، مركز دبي لرعاية وتأهيل ذوي اصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع. فالمشاركة الموسم دوت او هذا النشاط هذه المرة كان اكبر توسعا، وكان كمان بمشاركة اولياء امور اللاعبين والطلاب الموجودين، فكان بيدي انطباع كبير، مشاركة مجتمعية بتساعد على تمكين واكثر من اللاعبين والطلاب الموجودين في المراكز وديهم ثقة بانفسهم. فيعني هو من اهداف البرنامج، ولذلك كانت حرص المدينة ان هي تكون يعني شيء سنوي موجود في اجندتها. ده حرصا مننا على تمكين اللاعبين دول ودمجهم في المجتمع. جميل. استاذ هشام، كيف كان التعاون ايضا مع الاولمبياد الخاصة الاماراتي في هذا البرنامج؟ زي المعتاد يعني ما شاء الله عليهم، يعني دايما ما بيقصروا، يعني دايما بيدعمونا بشكل كبير. واحنا يعتبر مدينة شارع الخدمات الإنسانية من أكبر المراكز الموجودة في الدولة بمشاركات في الأولمبياد الخاص بجميع أنشطتها، سواء إذا كانت صغار اللاعبين، برنامج الام اي تي بي بتاع الأنشطة الحركية، الملتقيات اللي تقريبا شهرية كل طلابنا بيشاركوا فيها، الألعاب المختلفة. لنا نصيب كبير من الطلاب في مشاركات المنتخبات سواء في البطولات المحلية أو البطولات الدولية أو العالمية. نعم أستاذ هشام، يعني مثل ما توضحت أيضا في التقرير كان هناك يعني آثار جميلة أيضا على مشاركة الطلبة نفسهم أولياء الأمور، وأيضا يعني فوزهم بهذه الجوائز وأيضا وصول نتائج مثمرة. نتحدث عن هذه الواجهة، كيف كان تعامل أولياء الأمور نفسهم مع هذا البرنامج وتسهيله أيضا من قبل المشاركين؟ أنا هقول لك بس مثال بسيط، يعني بعض أولياء الأمور لما شافوا مشاركتنا في الملتقى الأول كان في مايو السنة هذه 22، كان كثير منهم حريصين إن هم مشاركة أولادهم، يعني يتواصلوا معنا يقولوا لهم يعني إمتى أولادنا هنشوفهم بيشاركوا في التجمع أو البرنامج بتاع الـ MATP. فتخيلي كمية المشاركات أو أولياء الأمور وتفاعلهم، لذلك احنا حريصين كمان. يمكن هذا تجمع بشويه بتوسع، لكن احنا بنعمله اكثر من مره في السنه داخل المركز عندنا ومراكز مدينه شارع الخدمات الانسانيه، حرصا منا على تواصل دائم للبرنامج والتفاعل الدائم وتدريبهم بشكل دائم وعدم تجاهلهم في برامج الخاصه بالرياضه. جميل. تحدث ايضا عن يعني اثر مثل هذه البرامج على الطفل المعاق نفسه، يعني يمكن هناك اثار ايجابيه تعطي ثقه اكثر مثل ما تعودنا على مدينه شارق الخدمات الانسانيه ببرامجها الحافله التي تؤدي الى نفس الموضوع ايضا. اكيد انتم يمكن الصوره اكثر من الكلام، يعني انا صحيح. كلامي ممكن يكون مش اوضح، يعني انتم شايفين الصور كميه الفرح وكميه السرور الموجوده على اللاعبين وفرحهم في المشاركه. ده أكبر تعبير عن تفاعلهم الكبير مع البرنامج وتحية الجمهور ليهم وتحية المشاركين. فهذا هو هدفنا، أنه هو إسعادهم وتطويرهم وتمكينهم، وحرصنا الدائم على أن يكونوا مشاركين في جميع البرامج اللي تؤدي إلى تطوير مستواهم البدني والمهاري، وبالتالي كمان زيادة أنه يدخل عليهم البهجة والسرور بشكل كبير. إن شاء الله. أستاذ هشام، كلمة أخيرة نختم فيها هذا الاتصال مع هذا البرنامج والبرامج الأخرى القادمة مع مدينة شارقة للخدمات الإنسانية. أدعو الجميع أن هو يدعمونا دائما في مشاركاتنا، ونشوفهم دائما معنا في تجمعاتنا الرياضية كمشاركين كمتطوعين. نحن نرحب دائما بأي حد مشارك معنا من المجتمع الخارجي، ودعمهم دائما بيبقى حافز لينا وحافز لأولادنا من ذوي الإعاقة على التطوير والتمكين أكثر في المجتمع. إن شاء الله. إذن شكرا للأستاذ هشام فاروق مدرب رياضي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، شاكرين لكم جهودكم وعلى هذه المداخلة الهاتفية أيضا. شكرا جزيلا. العفو أستاذ.